حبايب مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم، مساءكم فل وسعادة دايما يا رب. لما الشتا يدق البيبان يا حبيبتي بفتكر الذكريات، المطر ودفء البيوت العمرانة حب والعيلة والصحاب. مش هقولك اني بشتاقلك ساعات، انا بشتاقلك في كل لحظة ودايما على البال والخاطر. ما انت الحب وانت الدفء وانت الحضن، انت الوطن. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. في أرياف مصر زمان وفي صعيدها كان دايما وهم بيعملوا من الاكل كده للضيوف النايب، احنا بنسميه النايب اللي هو اللحمه بقى كده، كانوا دايما يحطوه في رغيف، يقول لك احطه في رغيف مقفول كده علشان يعني لو اللحمه قلت او حاجه يبقى الضيوف خدهم الكرم بتاعهم والواجب، واهل البيت يعني مش مشكله، يعني العيله والقرايب مش مشكله لو النايب قليل او حاجه. احد المرات بيتعمل الواجب، فالراجل ادى لكل الناس برضو النايب الرغيف ده فيه اللحمه وزع على كل الناس، عجز معاه فد رغيف فاضل قرايبه والحبايب. فجاه واحد رفع ايده وسط الناس، يا حاج يا حاج يا حاج، ايه يا عم؟ قال له ده الرغيف فاضي، فين اللحمه؟ ابتسم الراجل وقال له معلش انا اسف، ده نسوك، فكروك من القرايب يا فلان، اديله يا عم من بتاعه الضيوف. ايوه، ما هو مش مننا، مش مننا اللي ساعة الازمه ما يبقاش معانا، مش مننا لما الدنيا يعني تهز معانا شوية يبعد عننا، مش مننا اللي كل شوية يعلن عن أخطائنا وعن مشاكلنا وعن اللي بيحصل لنا، مش من البلد دي ولا يستاهل إنه يبقى مننا. اللي مننا بيسكت، بيصبر، بيستحمل، ما احنا على الحلوة والمرة عايشين مع بعض، أيام حلوة وأيام وحشة، لكن بلدنا ولازم نحافظ عليها، لازم نساعد في بناها ونرمم أي خلل أو شرخ يحصل فيها. هتقوى البلد وهنعدي أي تحدي، قالها هو مش مننا. اللي من البلد دي لازم يحافظ عليها. المصريين في الخارج من اللي بيحافظوا على البلد دي دايما. قصة عشق المصريين في الخارج تتلخص في الكلمات الأولى اللي بدأت بيها النهارده الحلقة. العشق، الشوق، الحنين للوطن. الحنين للجلسة في العيلة والأصدقاء. نفس الجلسة على المصطبة في الصعيد. نفس الجلسة في الحارة، نفس الجلسة في القرية في النجع، واحنا في الشتاء بنولع نار كده نتدفى حواليها، او قاعدين في بيت حد وبنتكلم، بنحكي، بنفضفض، بنفتكر الذكريات. هم دول المصريين في الخارج اللي بيعرفوا الكلام ده. اوعى تعد الفلوس اللي بيجيبها ولا تسوى حاجة. طيب أنا النهاردة معايا ثلاث مداخلات لأبناء مصر في الخارج عبر زوم. هيبقى معايا من ليبيا الأستاذ علي السيد حسن، أعتقد أنه معايا على زوم دلوقتي يا أستاذ عيسى. طيب من ليبيا معايا أحد أبناء مصر المحترمين اللي كلمني يعني على الواتس وقال لي يعني أنا عندي يعني كان عندنا مشاكل كتير
لأبناء الجالية في ليبيا، قال لي بص سفير نبيل حبشي تواصل معانا فرق وزارة الخارجية. طيب أسمع منه. مساء الخير يا أستاذ علي. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ علي مساء الخير يا فندم. أستاذ علي مساء الخير يا فندم. الله يخليك. أيوه احكي لي بقى إيه الموضوع وإيه القصة بقى يا أستاذ علي اللي أنت كلمتني يعني وأسلكت صدري في التليفون. أولاً أنا بحيي حضرتك وبحيي مشاهدين قناة الحدث. اتفضل. هو الموضوع نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته الكاملة لأبنائه والمصريين في الخارج. أيوه. وكل الشكر لحضرتك ولمعالي الوزير بدر عبد العاطي بتحركاته المؤثرة الفعالة واللقاءات الافتراضية اللي بيعملها مع الجاليات. وبنشكر معالي السفير نبيل الحبشي. علي صوتك شوية يا استاذ علي، عايز اسمعك اكتر معلش. سامعني يا فندم؟ ايوه كده تمام. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا ومعالي الوزير بدر عبد العاطي ومعالي السفير نبيل الحبشي. اللي حصل كان عندنا مشكله في التجنيد اللي هم فوق سن ال 30. لان البنوك في ليبيا ما بتحولش لخارج الدوله. فدخل معالي السفير نبيل الحبشي فورا وحل المشكله وله جزيل الشكر. ومعالي اللواء محمد صبحي مهنا واطن على الفور وقال ان شاء الله بالقريب الاجل هنحل لكم المشكله في ليبيا وهنخليكم تدفعوا مثلا الغرامه في مصر او يكون في حل بديل لينا ان شاء الله باذن الله تعالى. برافو استاذ. فبنشكر حضراتكم ونوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. استاذ علي يعني وانت بتكلمني على اداء جديد في القنصليه العامه في ليبيا وبتحكي لي على الفرص الاستثماريه، طمني الاول كده على ابناء مصر في ليبيا وايه فرص العمل الجديده والفرص الاستثماريه يا استاذ علي؟ هي الحمد لله المنطقه الشرقيه الان بتشهد حاله من الاعمار. حاله جميله يعني الشركات المصريه دخلت بتبني كباري في مدينه بنغازي. برافو. وفي مشاريع كبيره باذن الله هتتعمل باسم الشركات المصريه في المنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه طبعا بتنعم بالامن والامان. فرصه نشكر فخامه المشير خليفه بن جاسم حفتر وتحيه خاصه للشعب الليبي اهلنا واخواتنا ومننا كمان خالص التحيه يا استاذ علي ومننا والله كمان. تمام. ففي شركات مصريه شغاله بدات فعلا في انشاء كباري داخل مدينه بنغازي وفي مشاريع كبيره باذن الله مفتوحه للشركات المصريه وللعماله المصريه وان شاء الله الايام الجايه هيكون في تدخل كبير من الشركات المصريه والعماله وفرص متاحه باذن الله تعالى. كل الشكر استاذ علي السيد يعني انا بشكرك. انت كان معاك درع عايز تقدمه على الهواء اعتقد يعني لسياده ال درع السفير. درع تهنئه لمعالي السفير. انت طلبت مني على الهواء يعني ان احنا نقدم للسفير نبيل الحبشي يعني معالي السفير نبيل الحبشي حاجه رائعه جدا والله. انا ببقى سعيد جدا يا استاذ علي لما انتم المصريين في الخارج يعني بتحسهم تحاسس باللي في البلد والتغير اللي في البلد ومحاولات يعني المشروعات العملاقه اللي بتتعمل ووسط الظروف الصعبه اللي بنعيشها. يا فندم احنا بنفخر بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والتطور اللي بيعمله. احنا بنقعد طبعا مع جنسيات مختلفة من العرب ومن الأجانب. أيوة. فبنبقوا فخورين بالجيش المصري، لما بيجي اسم القوات المسلحة المصرية معانا احنا بنحس بفخر. ولما بيجي اسم فخامة الرئيس والإنشاءات اللي بيعملها والتطورات وبيبني بلد من جديد احنا بنبقوا فخورين جدا بيه. فخورين بالقوات المسلحة. أنا بقول لكل مصري داخل مصر أنت في نعمة. انت مش هتحس بيها غير لما تطلع بره مصر. لما تطلع بره مصر هتحس بالنعمه ديت. قيمه المصري كبيره قوي قوي. قيمه الجيش المصري كبيره قوي في المنطقه. كل الشكر اللي بيعمله
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر حاجه كبيره، وان شاء الله دايما مصر في خير يا رب. يا رب يا رب. بنوجه رساله لمعالي القنصل العام لسه واصل جديد الشهر اللي فات محمد بي عرفه، ان شاء الله الخير يكون على قدوم حضرتك. حضرتك لسه واصل يا رب ان شاء الله، ونعمل في التواصل مع حضرتك. قدمنا لك درع تهنئه وطلبنا مقابله، وان شاء الله نعمل باذن الله يا استاذ علي. ان شاء الله انت نموذج محترم، انا بشكرك جدا من ليبيا. الاستاذ علي حسن بشكره يعني بصراحه اسلك صدري، يعني لما بتكلم فاكرين لما اقول لكم يعني في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها الوزير الدكتور بدر عبد العاطي والسفير نبيل حبشي، ويعني بصراحه قطاع الهجره يعني ببقى سعيد قوي قوي لما الدكتوره هبه شكري ولا الاستاذ محمد ولا يعني حاجه بتحس يعني اقول لك ايه، يقول لك كل الشكر والتقدير طبعا لوزراء الهجره السابقين السفيره نبيله مكرم او السفيره نبيله يعني او السفيره سهى جندي، الاثنين كانوا عاملين شغل اكتر من رائع. بس الاستاذ علي كان يقول لي دايما كانت في مشكله، طيب حاضر هنكلم الخارجيه، طب هنعمل النهارده الخارجيه بتقود ملف المصريين في الخارج ببلاعه. انا يعني بقولها كده ان لما الوزير نفسه يتابع ومعالي السفير نبيل حبشي ورجاله في قطاع الهجره حاجه بجد تدعو للفقر، اهو بيحلهم مشاكل. يعني معالي اللواء برضه محمد مهنا يعني النهارده اهوت بيشكروه على الهوى، يعني تجنيد. بنحل مشاكل، بنخدم بعض، بنحاول نقدم لبعض حلول. يعني من ضمن الحلول دي اتحاد شباب المصريين في الخارج برئاسه الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، عقدوا امبارح اجتماع لجنه ذوي الهمم برئاسه الاستاذ الدكتور علي حنفي. كان اجتماع عبر زوم اكتر من رائع بصراحه، هيحكي لنا عليه الدكتور علي حنفي. معايا الدكتور علي، مساء الخير يا دكتور. السلام عليكم استاذ علي، اخبار سعادتك يا فندم؟ الله يخليك يا دكتور، عليكم السلام. دكتور علي، يعني انا حضرت امبارح الزوم الاكثر من رائع ومبادرات لعلماء مصر يعني في الخارج، يعني الزوم استمر اكتر من ساعه ونص يعني، وكان يعني بصراحه الزوم ما كناش عايزين الزوم ينتهي. احكي لي يا فندم واحكي للمشاهدين عن ابرز النقاط اللي حصلت في هذا الاجتماع للجنه ذوي الهمم في اتحاد الشباب المصري في الخارج. اولا السلام عليكم استاذ علاء، وشكرا لقناه الحدث اليوم، وشكرا لبرنامج حبايب مصر اللي بيتابعنا ولهموم المصريين بالخارج. والشكر موصول لاتحاد شباب المصريين بالخارج بقياده معالي النائب الدكتور محمود حسين. طبعا امتداد للي سيادتك اشرت اليه على بيت دلوقتي، احنا فعلا كمصريين في الخارج شكلنا بالتنسيق مع الاتحاد شباب المصريين لجنه ذوي الهمم. احنا طبعا نفسنا نقول ذوي الاعاقه، لكن احنا بنقول ذوي الهمم لان لها اثار يعني كمسمى. اللجنه تم بتتضم خبراء التخصص في دول الخليج العربي. مصر لديها من الخبراء والفرسان في مجال ذوي الاعاقه داخل مصر وايضا خارج مصر. صح. اللجنه دي همومها او هدفها ورؤيتها ورسالتها نابعه من هدف القياده السياسيه بجمهوريه مصر العربيه، وهو القائد عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهتمام القياده السياسيه بذوي الاعاقه في مصر لادراك القياده بان ذوي الاعاقه جزء من المجتمع، وان ذوي الاعاقه دول شريحه لا يمكن تجاهلها، بل القياده السياسيه عندما تولي اهتمام بذوي الاعاقه داخل مصر تماما ان هذه رساله لمن هم ايضا خارج مصر وهم اساتذه الجامعه وخبراء المجال. برافو. في ضوء تشكيل اللجنه، لجنه ذوي الهمم، كان اول اجتماع لنا امس زي ما سيادتك اشرت عبر الزوم في حضور معالي النائب الدكتور حسين وسعادتك وبعض الزملاء في الاتحاد شباب المصريين. الاستاذ شريف النسير محاسب شريف النسير عضو مجلس اداره الاتحاد. نعم. كان هدفنا ايه يا علاء بامس في الاتحاد او في الاجتماع امس؟ نقول للمصريين كلهم في الداخل والخارج ان المصريين في الخارج كل فئه متخصصه تمثل نماذج مصريه سفراء يقدموا الخدمات للمصريين في الخارج. برافو. وبالتالي المصري في الخارج
لديه من الدوافع والطموح يخدم مصر بعينيه. احنا شايفين مصر اكثر من الداخل والله على بيه. كان اهتمامنا امس نعرض ايه المبادرات اللي لجنه ذوي الاعاقه المنبثقه من اتحاد شباب المصريين بالخارج هنقدم ايه. قول لي يا دكتور ابرز النقاط اللي تعرفها البرنامج، يعني ابرز الحاجات اللي حصلت في الكلام. احنا امس يا علاء بيه احنا بقالنا شهر بنتكلم في هذا الموضوع، لم نتحدث تنظير بل بالعكس، وسيادتك شفت امبارح والمداخلات بتاع معالي النائب دكتور حسين وسيادتك والزملاء، قدمنا مبادرات تنتظر التنفيذ. اهم المبادرات اللي احنا عصف ذهني في الفتره اللي فاتت تم ذكرها امس في اللقاء، تم تقديمها منصه اسم المبادرة منصة إلكترونية قدمها سعادة الأستاذ الدكتور بهاء جلال من الكويت. المنصة دي منصة شاملة ومجانية تستهدف جميع ذوي الإعاقة في مصر وخارج مصر، بحيث اللي يخش على المنصة دي يتاح له إيه الإحصائيات، إيه الخدمات، إيه البرامج، ممكن تشخص ذوي الإعاقة وأنت قاعد في بيتك مع سعادتك. وهو الراجل والمبادرة صاحبها الدكتور بهاء جلال متكفل لتوفير المبرمجين وكل شيء على حسابه الخاص خدمة لمصر. شوف بقى المبادرة الثانية يا دكتور علاء بيه. مشكلتنا في مجال التربية الخاصة وذوي الإعاقة مشكلة التغذية. كثيرا من ذوي الإعاقة يعانوا من مشاكل التغذية. عشان بعرفك بس ان احنا سفراء مصر في الخارج بيتكلموا في ضوء التخصص. زميلتنا الاستاذه الدكتوره منى الشافعي قدمت مبادره. طب دكتور علي احنا هنخلي الدكتوره دكتوره منى هتبقى معانا على الهاتف بعد حضرتك، فخليها تتكلم عن المبادره اكتر يا فندم. كمل. مبادره دين يعني. تمام. المبادره الثالثه ايوه دكتور. زميلنا الدكتور خالد النجار مبادره اسمها جسر الامل. كل مبادره لها اهدافها، ازاي نوفر دعم نفسي لذوي الهمم في مصر وخارج مصر، ازاي نحسن جودتهم. في مبادره رابعه تم تقديمها من الامارات الشقيقه زميلنا الدكتور اشرف مصطفى جامعه الامارات. المبادره شوف مش ملاحظ حاجه، من الكويت للسعوديه للبحرين اللجنه عامله جهد رائع يا دكتور، بس اتمنى بقى نشوف المبادرات دي على ونصورها ونقولها لكل المشاهدين ان شاء الله قريب باذن الله يا فندم. لا استنى علاء بيه، عشان بس في مبادره انت سيادتك اشرت عليها امبارح ثاني بزميلتنا الدكتوره عبير شراره. اتفضل. برضه مركز انهر للتاهيل الطبي برضه عامله مبادره كويسه جدا لكل مصري داخل السعوديه هنا، خصم خاص وتشخيص مجانا. لا ننسى جهود كل الزملاء في اعضاء اللجنه اللي ما قدروش لضيق الوقت امس يعرضوا مبادراتهم، دكتور سيد الخميس من البحرين، دكتور نهى فتحي، دكتور سامح الشيخ، استاذ عبد العظيم شركه تنميه الانسان، دكتور عبير يوسف، دكتور طلعه، دكتور محمد علي يوسف، الدكتور هلا احمد. كل دول على ايديه سفراء لمصر في الخارج. الله يا دكتور علي، يعني بصراحه انت اسلكت صدرنا يا دكتور علي كالعاده، ويعني بصراحه اشكر جميع الساده اعضاء اللجنه وقول لهم مصر فخوره بحضراتكم. يعني انا بشكر جدا الاستاذ الدكتور علي حنفي رئيس لجنه ذوي الهمم في اتحاد شباب المصريين في الخارج. هو ده اللي احنا بندور عليه، نساعد بعض. الحلقه اللي فاتت جبنا يعني استاذه دكتوره رائعه، وهي اللي فتحت لينا المجال ان احنا نتكلم، ويعني كانت في عبر الزوم مع الوزير الخارجيه والسفير نبيل حبشي وتحدثت. والنهارده امبارح كان في اجتماع الاتحاد شباب المصريين في الخارج، عايزين مبادرات بقى، محتاجين مبادرات نخدم بعض في كل المجالات. هو ده المصر اللي يستحق ان يتقدم الصفوف اللي بيخدم ابناء مصر في الداخل او في الخارج. طيب انا هشوف بقى المبادره المتميزه اللي ايضا نبعت من المملكه العربيه السعوديه الدكتوره منى محمد الشافعي استاذ التغذيه وعضو اتحاد شباب مصريين في الخارج. مساء الخير يا دكتوره. السلام عليكم. اهلا استاذ علاء. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، شكرا لحضرتك ولفتحك الملف الهام لاهم قضايا فئه هامه في مجتمعنا العزيز وهم اسر ذوي الهمم. يا دكتوره انا كنت يعني كان ليا صديق عزيز رحمه الله عليه، يعني مبارك ابن الشيخ حسين الدوسري. مبارك ده انا عشت معاه يعني 10 سنين في الرياض، يعني كان من الناس المحببه جدا جدا الى قلوبنا جميعا، ورحمة الله عليه توفى. وكنا موضوع التغذية ده برضو كنا دايما مش عارفين
وكان بياكل اكل الناس العادي، بياكل معانا في كل الاكل اللي احنا بناكله وكده. هل يا دكتوره ذوي الهمم لهم اكل خاص وعنايه خاصه وموضوعات خاصه ولا القصه يا فندم؟ واحكي لي حضرتك بعد كده عن المبادره الرائعه اللي هتعملوها. والله يا أستاذ علاء، طبعا التغذية دي عامل أساسي لجميع البشر سواء هم أفراد أصحاء أو أفراد ذوي الهمم، فالتغذية بتعبر عن الحالة الصحية أو هي أساس للحالة الصحية للإنسان. وأسس التغذية طبعا بتختلف، أو الاحتياجات الغذائية بتختلف من فئة لفئة ومن شخص لشخص حتى لو كانوا في نفس العمر، ما بالك بأشخاص من ذوي احتياجات خاصة ليهم احتياجات خاصة، ليهم ظروف صحية معينة، ليهم متطلبات واحتياجات خاصة. فده جعل من الأولى الاهتمام بالفئات دي لتكون التغذية العلاجية جنبا إلى جنب لبعض التداخلات الصحية والأدوية والعلاجات السلوكية المختلفة اللي بتساعد هؤلاء الفئة إن هم يحسنوا من جودة الحياة. التغذية بتشكل عامل أساسي في نمو الإنسان، بتشكل عامل أساسي في الصحة العامة للإنسان حتى الصحة النفسية، لأن الغذاء بيعتبر زي ما له تأثيرات صحية وفسيولوجية له أيضاً تأثيرات اجتماعية. الشخص زي لما دكتورة يبقى بقى، خلينا بقى ندخل بقى في الموضوع فندم. يعني احكي لي بقى، يعني ازاي فندم، يعني مثلاً خاصة ذوي الهمم ازاي، ايه المطلوب اليوم، ايه اللي نعمله، ايه التغذية السليمة كده؟ طبعا ذوي الهمم بيكونوا لهم فئات خاصة، لهم احتياجات طبعا بتتعدد أنواع الإعاقات المختلفة، وكل إعاقة بتختلف عن الإعاقة الأخرى. في بعض الإعاقات اللي بتشمل بعض التغيرات السلوكية في الأطفال خاصة بتحتاج لنوعيات خاصة من الأطعمة، وبحتاج إن أنا أبعد الأطفال دول عن تناول بعض الأطعمة اللي ممكن تسبب لسوء حالتهم الصحية. حتى الأطفال الأصحاء، حتى الأطفال الأصحاء إذا أنا ما اهتمتش بنوعية الأغذية اللي بيتناولوها ونوعية المواد الغذائية اللي أنا بقدمها لهم، ده بيأثر تأثير سلبي على صحتهم، بيأثر تأثير سلبي على قدراتهم المختلفة وقدراتهم النمائية وعلى مشاركتهم في المجتمع. كل ده بيأثر وله تأثير، وإحنا شايفين دلوقتي عوامل كتيرة بتأثر على تغذية الأطفال دول. عشان كده يا دكتورة، عشان الوقت، عشان كده انتم عملتم التطبيق. احكي لي عن التطبيق بقى يا فندم، واسم التطبيق وهتعملوا ايه؟ مبادرة حياة مشرقة عبارة عن مبادرة بتهدف إلى دعم أسر ذوي الهمم من خلال تعزيز وعيهم بأساسيات التغذية الصحية وأمراض سوء التغذية المرتبطة بالإعاقات المختلفة، عشان نساعدهم إن هم يوفروا حياة جيدة أو جودة حياة لأطفالهم من ذوي الهمم. دايما الأسرة بتبقى أول ما بيبتدي يكتشفوا وجود حالة من حالات ذوي الإعاقة ما بيبقوش عارفين يتصرفوا، بيبقوا محتاجين مشورة. التطبيق دوت بيكون تطبيق تطوعي لمقدمين الاستشارات من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والمختصين في المجال، بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا متطوعين معانا في المبادرة، وكذلك تقديم خدمات استشارية لأسر ذوي الإعاقة. الخدمات الاستشارية دي بتكون عبارة عن جلسات، ممكن تكون جلسات فردية بيتم فيها الاستشارة لحالات خاصة، أو بتكون جلسات جماعية وكلها جلسات افتراضية. برافو. عن طريق التطبيق. برافو. والتطبيق بتدعمه بعض الشركات كرعاية للبرنامج ورعاية للتطبيق، بحيث إن هو يقدر يحصل تحديثات تقنية للتطبيق، وبالتالي تستمر تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. ده فكرة بسيطة للتطبيق، والتطبيق أهميته أنه هو بيساعد على توعية الأمهات وتوفير تدريب أو ورش عمل صغيرة إن شاء الله. طبعاً انطلق امتى يا دكتور؟
ان شاء الله بنهايه العام ان شاء الله يكون التطبيق متاح للجميع على يا رب يا رب. الاجهزه المختلفه باذن الله. كلنا شوق يعني يا دكتوره منى الشافعي استاذه التغذيه وعضو اتحاد شباب مصر في الخارج للتطبيق ده وبجد الجهود المصريه دي. انا بشكرك جدا طبعا دكتوره منى، يعني بصراحه لازم نساعد بعض، كل واحد يقدر يعمل حاجه يعملها. انا ما اقدرش ادفع فلوس لكن عندي جهد، عندي استعداد، عندي وقت اقدمه للبلد دي، اقدمه لخدمه الناس، هيفضل هيفضل ليك في الدنيا وفي الاخره. اوعى تفكر لما حد يأسك من عمل الخير انه يعني لا بيكره لك انت الخير دنيا واخره، لو سمعت كلامه. اوعى حد يأسك من عمل الخير، استمر اعمل الخير لان ده اللي هيبقى لك. هو اللي بيقول لك ما تعملش دوت، وخلي بالنا شويه لازم نهدي نبره الصوت على الناس اللي بتعمل خير، ساعدوهم يا عم. هو لو بيعمل خير وانت مش على مزاجك، مش لازم حضرتك يعني ان انت كل حاجه تبقى على مزاجك، خلي الخير يمشي هيوصل. اتكلم معاه بالراحه، هيعمل خير، خيره هيقلده، غيره هيقلده، بلدنا هتبقى احلى. من الخير ده في جمعيه رعايه المرضى في البصرات مركز المنزله محافظه الدقهليه، اتفرجت كده على السوشيال ميديا ليهم على شغل اكتر من رائع يعني بصراحه، وتواصلت مع الاستاذ صلاح البكري رئيس مجلس اداره الجمعيه يحكي لنا عن انجازات جمعيه رعايه المرضى في البصرات. مساء الخير استاذ صلاح. مساء الخير دكتور علاء، اهلا بحضرتك. يعني بصراحه انا شفت عندكم حاجه اكتر من رائعه، يعني الصور هتتحدث عن مجالات كتير، احكي لي عن مجالات الجمعيه وانتم بتقدموا ايه للناس يا استاذ صلاح. هو مبدئيا بنشكر حضرتك وقناة الحدث على البرنامج الظريف جدا، برنامج حبايب مصر اللي بيسلط الضوء على العمل المجتمعي من خلال الجمعيات والمشاركات الأهلية والمشاركات المجتمعية. اسمح لي هدي لحضرتك نبذة بسيطة عن نشأة الجمعية. الجمعية طبعا في قرية البصرات مركز المنزلة الأهلية زي ما حضرتك قلت، تم إنشاءها سنة 94 وقرار نفع عام رئيس مجلس الوزراء سنة 98. قام على تأسيسها الكاتب والأديب ابن البصرات الأستاذ محمد خليل طبعا، ومكونة من أربع طوابق الجمعية زي ما حضرتك شفت وتفضلت، فيها صيدلية وفيها عيادات تخصصية. هقول لحضرتك إن كان في الافتتاح، كان موجود في الافتتاح الجمعية محافظة الدهلية وقتها كان الدكتور أحمد سعيد صوان. أنا كنت موجود في الافتتاح الصلاح. طبعا طبعا شرفنا بحضرتك، وكان في صحبته اللواء فخر الدين خالد فخر الدهلية حصل. الله يرحمه اللي بنفخر بيه دايما يعني. والمبنى زي ما حضرتك شفته وعرضته كله من أهل الخير في البصرات، يعني كله مشاركة مجتمعية. عندنا في الجمعية أنشطة مختلفة هذكر لحضرتك منها، يعني على سبيل المثال في مجال المساعدات والمشاركة عملنا مشروع اسمه كفالة اليتيم. كفالة اليتيم ده عندنا ما يقرب من 75 أسرة عندهم ملفات عندنا في الجمعية للي عندهم أطفال لسن 15 سنة، يعني حضرتك احنا بناخد الأطفال اللي في الأسرة اللي هم 15 سنة، اللي فوق 15 سنة ما بناخدهمش معانا في المشروع ده. عملنا لهم كارنات خاصة بيهم من الجمعية بحيث ان عندنا عيادات تخصصية في كافة المجالات، اي علاج ليهم او اي كشف بيكون مجانا من خلال الجمعية وتقدم لهم تسهيلات من خلال الجمعية. كمان بموجب الكارنيه ده يعني بيتعاون معانا ناس كتير جدا، يعني في بعض الصيدليات ومراكز الاشعة واطباء من خارج الجمعية. بس الكارنيه ده في الصيدلية بياخد 50% قسط، وكذلك مراكز الأشعة في إقليمنا الجميل إقليم المنزلة. برافو. في الدكاترة الخاصة في عيادتهم بيكون الكشف مجانا ما شاء الله ليهم برضه بموجب التصريح ده. أرجوك يعني يا أستاذ صلاح هات لي الدكاترة اللي بيكشفوا مجانا ده الحلقة الجاية نشكرهم على الهواء. يا باشا موجودين وكلهم من أبناء البصرات وأبناء المنزلة وأساتذة كبار يعني. ربنا يكرمهم يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. وكمان في مساعدات نقديه ليهم للايتام دول من خلال المشاركه المجتمعيه، بس خليني اكون صريح معاك بتكون موسميه ما بتكونش دايمه نظرا لقله الموارد يعني. بالنسبه برضو عملنا مشروع تاني اسمه الامراض المزمنه، حضرتك عارف منطقه الشمال
وعارف الامراض المزمنه فيها اللي هي التليف والكبد والفشل الكلوي والامور دي. فبرضه من خلال الجمعيه عملنا ابحاث، عندنا مسجل عندنا 400 حاله، ومش من البصرات بس، الجمعيه بمركز ومدينه المنزله يعني مش خاصه بالبصرات بس. عملنا لهم ابحاث طبعا في الشؤون الاجتماعيه، وتواصلنا مع بنك فيصل في القاهره، الحمد لله تم صرف لهم مساعدات ماليه على فترات بموجب التقرير الطبي والبحث اللي من عندنا من الجمعيه من هنا. برافو. كمان حضرتك احنا بنيجي كل سنه في بدايه العام الدراسي بنعمل شنطه مدرسيه بمحتوياتها، مش شنطه فاضيه، بمحتوياتها الادوات الدراسيه، بنوزعها على الغير قادرين في المرحله الابتدائيه والاعداديه. وهقول لحضرتك ان ده كله بمشاركه المجتمع المدني في البصرات. يعني احنا كل ده بيبقى مشاركه مجتمع مدني. بنخفف على اهالينا برضو في عيد الاضحى، بنعمل صك وضحيه من خلال مشاركه المجتمع المدني، يعني الجمعيه ما بتتكلفش جنيه في موضوع الاضحيه، هم مجموعه كده قريبين من المكان وواثقين في المكان وفي مجلس اداره المكان، فبنعمل صك وضحيه وبناخد اللحمه دي بنوزعها الصلاح على بعض. اتفضل. بجد يعني انا يعني لازم كاميرا البرنامج تنزل وتتابعكم وشارككم، لازم يعني تبقوا انتم نموذج محترم. انا بشكرك جدا استاذ صلاح، يعني الباكلي ومجلس ادارتك وكل اهل المنطقه عندكم البصرات والمنطقه على الجهود دي. بشكرك جدا استاذ صلاح الباكلي، وهو ده الخير، ده نموذج اهو، ممكن يبقى في بلد حضرتك او في البلد اللي جنبك ساعد في الخير. لما قلنا بصمه خير في مركز ميت سلسيل بتعمل النهارده ايضا اهو في البصرات، يعني جمعية مساعدة مرضى، جمعية رعاية المرضى تعمل شغل، قلنا في الاتحاد في ميت سلسيل في ساعدوا بعض، اشتغلوا، وخاصة الأيام الجاية أيام الشتاء بقى وأيام البرد، محتاجين نستعد بقى ونشوف مين اللي ما عندوش بقى بطاطين، مين اللي ما عندوش، لازم المجتمع المدني يدعم ويدخل. وأمراض الشتاء، أمراض الشتاء بقى الموسمية بقى، وأنا يعني يعلم الله أنا أخدت دور كده. يعني معانا بقى أسأل بقى الأستاذ الدكتور طه عبد الحميد أخصائي الأمراض الصدرية بقى عن نزلات البرد والدنيا. مساء الخير يا دكتور طه. أهلا وسهلا يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. دكتور طه بقى كل سنة وحضرتك طيب. الشتاء بقى وما وراء الشتاء بقى من أمراض ونزلات برد بقى والدنيا يا فندم، يعني أنت شايفني أنا شكلي إيه النهارده؟ احكي لنا يا فندم بقى، نعمل ايه يا فندم بقى مع مواجهه هذه الامراض في فصل الشتاء؟ هي امراض الشتاء بتبقى امراض الجو البارد. الجو البارد ده بيعمل زكام، نزلات برد، احتقان في الشعب الهوائيه، احتقان في القصبه الهوائيه، بيعمل التهابات في الجيوب الانفيه، بيعمل التهابات رئويه، نزلات شعبيه. الجماعه اللي عندهم ازمه ربويه مرضى الازمه الرب الشعبي يحاولوا يبعدوا عن الاماكن البارده ويتقلوا هدومهم. الوقايه دايما يا دكتور خير من العلاج. نصيحتك ايه مباشره يا فندم؟ وبعد كده يا فندم احكي لي بقى ايه اللي ممكن نحصل نفسنا به دلوقتي، او لو حصل لحد فينا اي حاجه من النزلات دي يا فندم. هو انا في البدايه بقول ان هو على طول يذهب للدكتور اللي هو بيعالج الامراض الصدريه وامراض بطنه. ايوه. عشان يبدا يشوف فيه ممكن احنا بنقول نزله شعبيه وبتطلع التهاب رئوي. بنقول ممكن تبقى جيوب انفيه، والجيوب الانفيه تتطور لالتهاب شعبي حاد ويعمل التهاب رئوي. المرضى اللي هم يعني البنادوله والشاي ما تنفعش يا دكتور، دول يعني. مع النزلات البرد بتزيد الازمه الربويه معاهم. خصوصا اخواننا المدخنين. ايوه. المدخنين دول عندهم نزلات شعبيه مزمنه. مع البرد القارس بتقلب نزلات شعبيه حاده. ودي تؤدي لالتهاب رئوي وتؤدي لفشل تنفسي. اخواننا المدخنين برضو عندهم ضعف مناعه للجهاز التنفسي الشعب الهوائيه. عندهم قابليه لاي التهابات رئويه واي التهابات شعبيه. فدول بننصحهم يبطلوا التدخين وما يخرجوش في الاجواء البارده. يتقلوا هدومهم، يعني اهم حاجه تقل هدومه وهو خارج في الجو البارد. لو خد حمام او خد شاور ما ياخدش دش ساخن ويخرج في اماكن بارده او ينزل على الشارع على طول.
الاماكن البارده برضه هو قاعد في البيت دافي، لما يجي خارج بره يتقي هدومه. اللي عنده رطب وشعب ونزلات شعبيه ما يخرجش في الاجواء البارده، ما يتواجدش في الاماكن المزدحمه، لان كل دي بتؤدي الى انتقال العدوى بسهوله قوي من المريض الى الشخص السليم. الحاجه الثانيه بننصحه ان ياكل جواه، ياكل الحاجات اللي فيها فيتامين سي كتير. فيتامين سي اللي هو بيحمينا من نزلات البرد. اذا موجوده فين الحاجات ديت؟ في الجوافه، في البرتقان، في عصير البرتقان، عصير المانجا، كل دي عصير الليمون، كل دي مليان فيتامين سي. ويبدا ياكل بروتينات كتيره. البروتينات وفيتامين سي ده اللي بيعمل الاجسام المضاده في الجسم. ويبدا يقينا من اي نزلات برد او التهابات رئويه او نزلات شعبيه. اخر سؤال يا دكتور، بالليل انا حصلت لي ازمه وضيق تنفس او حسيت بكحه أو ايه العلاج الناجز في نفس اللحظه يا فندم لما اروح للدكتور الصبح؟ لو يبقى عندي دواء برشام حساسيه او دواء حساسيه على طول اخده عشان يقلل احتقان الشعب الهوائيه والجيوب النفسيه. وابدا اشرب سوائل دافيه كتيره. شرب السوائل الدافئه كتيره بيقلل نزلات البرد ويقلل شدتها مع وجود الاسبرين. على فكره الاسبرين العادي ده ضد الالتهابات، انتي انفلاماتوري. الاسبرين العادي مع فيتامين سي ده ضد اي التهابات نزلات برد بتحصل قبل ما اروح للطبيب. بشكر حضرتك يعني الدكتور طه عبد الحميد اخصائي الامراض الصدريه. يا فندم بشكرك يعني المعلومات القيمة اللي حضرتك يعني حافظوا على نفسكم. الجو بقى بدأ يبرد بقى ونخاف على بعض. اللي عنده برد حط كمامة بقى، اللي عنده برد قابل عن الناس كفاية. يعني الأستاذ عيسى جاد الكريم يعني الله يجزيه خير عداني بقى له أكتر من يوم يعني، فبلاش نعدي بعض. أنا بتكلم على يعني رسالة كده جات لي من أستاذ نصر، بتكلم جات لي من صديق العزيز احد ابناء مصر المخلصين على تويتر، عبده عمر ابنه محجوز في مستشفى ابو الريش رعايه الطوارئ. انا بناشد سعاده دكتوره مستشفى ابو الريش. مستشفى ابو الريش مستشفى عظيمه وبتعمل حاجات كتير جدا حلوه لمصر واحنا بنقدر ده، بس اعتقد ان يعني الساده الممرضين اللي موجودين في المستشفى صدى الاطباء يعني رفقا بين راجل ابنه يعني في الطوارئ وحاله صعب يعني رفقا بيه. انا بناشد الدكتور على الهواء عمر احمد عبده محجوز في مستشفى ابو الريش رعايه الطوارئ، بعد اذنك يا فندم، يعني والده في المستشفى وبعت لنا اكتر من استغاثه عبر صفحه البرنامج، ارجو حد يتواصل معاه. النادي الاهلي الفرحه يعني اصدقائي الزملكاويه، يعني الاستاذ شريف النسيري دايما بيقول لي يعني هو زملكاوي كبير وكان احد الناس اللي بتشاور لفريق الزمالك انها تخرج، يعني بيقول لي الف مبروك بجد، الاهلي في مباراه امس عمل شغل اكتر من رائع بجد. الاهلي امبارح يعني اهلنا واصدقائنا في دوله الامارات وفريق العين وبتوع الاهلي دايما يقول لك ايه، العين ما تقلاش على الحاجب، ايضا فريق العين من الفرق المحترمه. نشوف بقى معايا على الهواء الناقد الرياضي الاستاذ مصطفى غطاطي الناقد في جريده الجماهير، هيحكي لنا بقى عن كواليس الكواليس في موقع الجمهور، هيحكي لنا عن كواليس الكواليس واللي حصل الفتره اللي فاتت. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير عليك يا استاذ علاء، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الحدث اليوم في كل مكان وبرنامج حبايب مصر. استاذ مصطفى احكي لي بقى كواليس الكواليس بقى اللي حصلت في مباراه امس كده، والدنيا كانت ازاي؟ يعني يا استاذ علاء الاهلي بيحقق بطوله مهمه جدا على فريق العين الاماراتي، بطوله نصف الارض زي ما اطلق عليها، افريقيا اسيا المحيط الهادي. يمكن الحقيقه انا عايز اقول لك انا امبارح كنت موجود في الاستاد، يعني احكي لك على الكواليس من البدايه. أيوة. وان سبب رئيسي في فوز النادي الاهلي بالبطوله هو كان جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي امبارح يا استاذ علاء من بداية دخول فريق العين لعمليات الإحماء الجمهور كله هتافات كبيرة جدا، يعني لعيب العين أصيبوا بحالة من الدهشة الحقيقة بعد اللي شافوه من جمهور
النادي الاهلي. بعد كده ابتدت المباراه، الاهلي ضاغط، الاهلي بيقدم، الاهلي يعني بيقدم مباراه كبيره، وفي الاخر استطاع ان هو يحقق فوز مهم جدا على فريق الان الاماراتي. فريق الان الاماراتي فريق كبير جدا، وكان توج ببطوله يعني امم اسيا او بطوله دوري. فريق العين من الفرق المهمه جدا في الخليج وفي اسيا، من الفرق الكبيره طبعا، وبيطلق عليه زعيم اسيا. ده حقيقه يعني امبارح مع الهلال، عشان ما تعملناش مشاكل مع بطوله الهلال والنصر في السعوديه يعني. طبعا امبارح يعني توج النادي الاهلي ببطوله مهمه جدا. النادي الاهلي امبارح كان بيلعب في دور ربع النهائي. طيب بعد كده الاهلي هيلعب مين؟ الاهلي هيلعب دور نصف النهائي، بطوله بيطلق عليها كاس التحدي. الاهلي هيلعب مين بقى؟ الاهلي هينتظر بطل امريكا الجنوبيه مع باتشوكا المكسيكي. المباراه دي هتقام يوم 11 ديسمبر المقبل. بعدها ينتظر الاهلي الفايز من بطل امريكا وباتشوكا المكسيكي علشان يلعبوا. طيب لو الاهلي كسب الماتش اللي جاي، يعني لو الاهلي كسب الفايز من بطل امريكا وباتشوكا المكسيكي، هيصعد لنهائي بطوله كاس القارات للانديه، وهيواجه ريال مدريد الاسباني. يعني هتبقى مباراه كبيره جدا، مباراه بينتظرها كل عشاق وجماهير النادي الاهلي، وكل الناس نفسها تشوف بقى مواجهه ما بين الاهلي وريال مدريد يعني في نهائي كاس القارات للانديه. دي هتبقى حاجه كبيره جدا. امبارح يعني يا استاذ علاء الاهلي توج منذ سنوات كثيره جدا بميداليات، لكن امبارح اول بطوله تابعه للفيفا يتوج بيها النادي الاهلي. عايز اقول لك النهارده خزينه النادي الاهلي انتعشت ب 2 مليون دولار بعد الفوز على العين الاماراتي. يعني فوز يعني جوائز ماليه كبيره جدا. امبارح برضو العين الاماراتي حصل على مليون دولار. نتكلم بقى في الكواليس. ايوه الكواليس، ان امبارح يعني في اثنين او في لاعب من لاعبي النادي الاهلي كانوا زعلانين جدا بعدم المشاركه. وامبارح في ظل احتفالات النادي الاهلي واحتفالاته وسط جماهيره، الا ان رضا سليم اللاعب المغربي يعني ترك الفريق وذهب الى غرف الملابس. الحقيقه رضا سليم كان زعلان، كان متضايق ان هو ما لعبش امبارح. كان في عدد كبير جدا من اللعيبه المغاربه بتشارك في ارض الملعب، كان ابرزهم سفيان رحيمي من العين الاماراتي، ومن الاهلي المصري كان يحيى عطيه الله واشرف داري. ويمكن اللعيبه المغاربه اول مره يلعبوا بعض في القاهره، فدايما كانوا هم متعودين في المغرب في الرجاء والوداد المغربي، كان ديربي قوي جدا، ديربي. عجبتني يا استاذ مصطفى لقطه يعني كابتن كهربا رايح امبارح وهو يعني بيحضن الكابتن محمد رمضان وبيوصل له يعني. بيقول ان خلاص ما فيش حاجه، ودي يا استاذ علاء ميزه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بيذبح حد، النادي الاهلي لو انت غلطت بيعاقبك، خلاص كهربا غلط وتعاقب، وكمان الاهلي كمان يعني وقف معاه في عقوبته. يعني كهربا كان يعني اتغرم مليون جنيه، لكن اللعيبه اتفقت مع الكابتن محمد رمضان، طيب لو جبنا البطوله، طيب لو عملنا، وده كان قال لهم اني هننزل او العقوبه هيتم تخفيضها لنص مليون جنيه، وده بالفعل اللي حصل. فخلاص هي بالنسبه لهم اللاعب اعتذر، ومارسيل كولر المدير الفني كان نشر عبر صفحته الرسميه عبر انستجرام صوره مع محمود كهربا، والصفحه اتقفلت تماما. خلاص كهربا غلط، اتعاقب، نبدا بقى صفحه جديده، نركز. كهربا لاعب مهم جدا يعني بيحتاجه مستر كولر وبيحتاجه النادي الاهلي في الفتره المقبله. فالحقيقه كان مشهد يعني معتادين عليه من النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما يقف جنب استاذ مصطفى. في اخر ثواني بقى، ايه اهم خبر عايز تقوله لنا؟ يعني اهم حاجه عايز اقولها لحضرتك يا استاذ علاء، ان مارسيل كولر بعد ماتش امبارح اتفق مع اللعيبه ان احنا هنعمل حاجه اسمها عمليه الروتيشن، ويعني تغيير اللاعبين، كل لاعب هيلعب ماتش. وده بقوله لحضرتك ان الاهلي هيبدا في بطوله الدوري المصري ان شاء الله يوم السبت المقبل مع سيراميكا كليوباترا، ومصطفى شوبير هو من سيحرس مرمى النادي الاهلي. ده خبر حصري ده يا استاذ مصطفى للبرنامج. طبعا طبعا طبعا، ده يعني بقوله لحضرتك عبر يعني برنامج حبايب مصر وكل مشاهدي قناه الحدث اليوم. برنامج الحقيقه يمثل صدى كبير جدا يعني لكل المتابعين والمشاهدين الحقيقه يعني يا استاذ علاء. بشكرك جدا يا استاذ مصطفى غطاط، يعني وانت يعني
احد الرموز الشبابيه اللي بنفتخر بيها دايما وراجل رائع. بدايه جديده. المبادره الرئاسيه يعني الاكثر من رائعه بصراحه. بيعجبني بمبادره بدايه جديده تكاتف كل الوزارات والهيئات علشان يعمل بدايه جديده. ايوه بيعمل خطوه من اول السطر. شايف في كل الوزارات بيشتغلوا ببراعه وكله بيحاول بقى يبدا من جديد ويظبط الدنيا. يعني انا كنت ضيف في مديريه شباب الرياضه في مركز شباب الكفر الجديد محافظه الدقهليه، وكنت بتكلم مع مجموعه من شباب طلبه المدارس وبعض الجامعات يعني عن حاجه اكثر من رائعه، مبادره بدايه جديده. اتكلمت معاهم على المشاركه السياسيه. يعني بصراحه انا بشكر جدا مع وكيله الوزاره الدكتوره منى والاستاذ ايهاب يعني شعير والاستاذ محمد رزق، وبصراحه يعني ومجموعه ناس كتير جدا يعني كل الناس اللي اشتغلت في انجاح هذه اللقاءات. يعني اذا كان الاسماء بعيد عني شويه لكن اتفرج على الحدث بقى. بتكلم مع مجموعه شباب صغير كده وشباب بقى طالع جيل، وبتكلم معاهم عن بدايه جديده والمشاركه السياسيه. يعني عملت كده تمرين صغير، خرجت بعض الطالبات وقلت لهم انت ليه بقيت رائد فصل؟ تسمع بقى اجابات اكتر من رائعه. يعني اسماء انا اسف ان نسيتها لشباب رائع، وتقول لك انا نفسي ابقى قائد وانا اشتغلت على كده. واحده تانية تقول لك والله زمايلي ضغطوا عليا مش عارف. كانت بدايه ان انت تمارس حياتك السياسيه. اتكلمنا فيهم عن مصر. وقف شاب صغير كده اسمه احمد قال لي احنا خلي اللي عاوز يجرب يقرب. شاب لسه في الثانوي. احنا كلنا في ده مصر. ايوه ده اللي انا بقوله. يعني ده اللي انا بقوله. اتكلموا مع الشباب عن بلدكم. احكم عن عظمه مصر، عن تاريخها. احكم عن المنطقه اللي حوالينا دي، احكم الاولاد الصغيرين دول عن البلاد اللي حوالينا شكلها ايه. لما قلت لهم تحب تبقى زي البلد الفلانيه ولا البلد؟ قالوا لا طبعا، لا محافظ، احنا ممكن نستحمل اي حاجه. يعني لبنى وفريده ومريم حموده يعني بنات كانوا اكثر من رائعات. يعني بيتكلموا من القلب، غير البنات كتير اللي وقفوا من الشباب اللي وقفوا واتكلموا وسالوا اسئله. بجد انا بشكر بجد بجد جدا جدا. يعني بصراحه هو ده الشغل، روحهم للشباب واتكلموا معاهم. بدايه جديده برضه كانت في مركز شباب الاتحاد، بيعلموا من الناس الخياطه. ايوه مهنه. يعني بيكلمني الاستاذ محمد خليفه مدير مركز الشباب ايضا، بقول لي يعني كان معانا الاستاذ ايهاب شعير، وشوف شوف سيدات مصر وعظيمات مصر وبناتها وراحين وهم رايحين بقى كله بيتعلم مهنة. ايوه ما احنا في ظل هذه الاوضاع لازم تحمل مهنه في ايديك. لازم تحمل مهنه تدافع بيها عن مستقبلك ومستقبل اولادك، تحميك من العوز، تحميك من الحاجه للناس. يعني برافو برافو وزارة الشباب والرياضة وجهد رائع لمعالي الوزير أشرف صبحي. يعني مش عايز أحكي عن هذا الرجل كتير لأن أنا بحبه يعني، فأنا بقول صدقا يعني أنا شايف وزارة الشباب تعمل في اتجاهات كثيرة جدا جدا لنهضة ونمو فكر شباب مصر ومساعدتهم وتأهيلهم التأهيل المناسب بصراحة عبر برلمان الشباب والكيانات وعبر الاتحادات الشبابية. وزارة الشباب المصرية بقيادة الدكتور أشرف صبحي بتبني شباب مصر أكثر من رائع. ولكن أنا هقول آخر كلمة في هذا البرنامج وأجري على الله. هقول أن الجمعيات العمومية لما بتتنعقدش في بعض مراكز الشباب لازم المرة الثانية لو ما انعقدتش مجلس الإدارة يمشي. لازم الجمعيات العمومية، عدم حضور جمعية عمومية مركز شباب معناها أن مجلس الإدارة ما استطاعش أنه يقنع جمعيته العمومية. رسالة تانية لمعالي الوزير أشرف صبحي، أحد الأفكار اللي اتقدمت ليا
من احد العاملين في الشباب والرياضه اضاءه الملاعب بالطاقه الشمسيه. اضاءه الملاعب بالطاقه الشمسيه هتوفر حاجات كتير جدا جدا. الحاجه الاخيره، مش لازم ان الشباب تحت السن يكونوا موجودين في مجلس الاداره بهذا الكم وهذا الزخم. الفتره دي فتره شغل بالنسبه لهم وحياه. تعالوا نرجع تاني مجلس الاداره اللي مفتوح والشباب يكونوا موجودين، والجدير من الشباب انه يتواجد في مجلس الاداره وهيشتغل وهيخدم، اهلا بيه. لكن بهذا الوضع اعتقد مجلس اداره مجلس الشباب فيها بعض الخجل. اعزائي المشاهدين، حلقه النهارده خلصت. خلي بالكم من نفسكم، الشتاء خلاص. بكره ان شاء الله هنبدا ناخر ساعتنا على خير وسعاده دايما يا رب، ويحفظكم من كل شر. تصبحوا على خير.